ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً
Quran is life.